منتوجات جديدة اللي اعتمدناها في البنك القرض الشعبي الجزائري. المنتوج الأول كما راكم شفتوا هو يعني تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المنتوج الثاني هو المنتوج الإسلامي، الصرافة الإسلامية. المنتوج الثالث هو البطاقة المغناطيسية تاع كارت فيزا. وحنا هذا المشوار راح يتواصل في الأيام اللي راهي جاية إن شاء الله. هذا بغض النظر يعني برنامج تاع تشين الوكالات اللي راح نسوقوا فيها الصرافة الإسلامية، نسوقوا فيها يعني المنتوج تاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكاين منتوجات واحدة أخرى إن شاء الله.